اللي اتكلمت عن منتخب مصر من جوه 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 قلبه، انت سامع الكلام مش من لسانه، من جوه قلبه، هو الكابتن بلال بن ناري معلق التلفزيون الجزائري، وهو يعلق على مباراة مصر وباراجواي معايا عبر الهاتف الآن. يا فندم، بصوتي وبصوت كل الشعب المصري والجماهير المصرية بنشكرك شكرا جزيلا، ومرحب بيك دائما في بلدك التاني مصر، سعداء جدا بوجودك معنا عبر الهاتف الآن. والله كابتن كريم، تحية لك ولكل مشاهدينا الكرام في مصر الحبيبة وفي كل الوطن العربي عبر برنامجكم المحترم. أنا من هو السعيد بالتواصل معكم، صدقني أن القشعريرة يعني انتابتني لما قدمتني هكذا لجمهور عظيم ولأمة عظيمة هي الأمة المصرية. أنا سعيد جدا، ودعني أقول قبل أن أبدأ ربما التفصيل أني قمت بواجبي تجاه وطني ثاني مصر الحبيبة التي علقت عليها من كل أعماق قلبي وبمشاعري قلبا وقالبا، والحمد لله. هنا أهنئك وأهنئ كل الإخوة والأخوات المصريين بهذا الإنجاز التاريخي وبهذا التأهل للمباراة النصف النهائية. فعلها الرجال وأثبتوا بأنهم جدعان مثل ما تقولون، والحمد لله نحن اليوم في النصف النهائي، ولما العاقبة إن شاء الله للمباراة النهائية. امبارح وأنت تعلق على المباراة كان واضح جدا تأثرك بكل ثانية وبكل لحظة في هذه المواجهة، كيف عشت هذه المواجهة؟ قول لي لحظاتك في هذه المواجهة كانت إزاي؟ إزاي الكلمات ديت كمان طلعت منك بكل هذا الصدق يعني؟ نعم يا أخي، أنا معلق أولا عربي، أنتمي لأمة عربية مسلمة، أنا جزائري ومصري، ولما يتعلق الأمر بالعروبة والإسلام هكذا نحن الجزائريين وكذلك المصريين. فأنا كمعلق لمنتخب مصري لا يمثل فقط 100 مليون مصري، وإنما يمثل الأمة العربية وحتى الإسلامية. فبذاتي وبمشاعري وبجوارحي عشت تلك المباراة الصعبة أمام منتخب قادم من أمريكا اللاتينية. هو الآخر كان قويا وكان أيضا متعطشا، لكنه وجد منتخب مصر على إسعاد كل العرب وكل المسلمين وخاصة المصريين. تفاعلت مع كل لقطة من لقطات المباراة بالأجزاء من المئة، تحركات اللاعبين، انفعالاتهم، خروج الكرة، دخولها، التغييرات، الأنصار إلى غير ذلك. فأنا في نهاية المطاف أنا إنسان وكتلة من المشاعر، لذلك أتفاعل وأحزن وأفرح لفرح أبناء بلدي في مصر الحبيبة. عشتها على جوارحي، اعتقدت منذ البداية بأنها مباراة صعبة أمام منتخب، قلت بأن المنتخب المصري الذي ربما كان الضغط عليه، لماذا؟ لأنه تصدر المجموعة بجدارة واستحقاق، فاز أمام منتخب إسبانيا، فيما منتخب باراغواي ربما تأهل ثانيا عن مجموعته، وما زاد هؤلاء اللاعبين نوعا ما الضغط، ولكنهم كانوا جدعان. فأنا والله وكأن منتخبي الوطني الجزائري هو الذي كان يلعب. إنها مصر، مثل ما نقول دي مصر، فهذا أقل شيء يمكن أن أقدمه كمعلق عربي جزائري أصيل لإخوتي ولشعب يتابعني، وأنا أدرك بأنهم كانوا يتابعوننا عبر قنواتنا، قنوات التلفزيون الجزائري. فهذا واجب، والله واجب، لا أقول لا أكثر ولا أقل، لا أقول لم أسعد به، سعدت وفرحت وشعرت بالافتخار لما بادلني الشعب المصري ذلك الشعور، ولكن يبقى واجبي تجاه أمة عظيمة وحضارة وتاريخ وإلى غير ذلك من الأمور الجميلة عن أمة الدنيا مصر الحبيبة. أكيد وصلك الكثير من التعليقات من الجماهير المصرية من الأمس حتى اليوم يشكروك فيها على كلماتك الرائعة، إيه أبرز هذه التعليقات؟ إيه التعليق اللي أنت وقفت عنده جدا من الجماهير المصرية؟ والله يا كابتن كريم، يعني لا أقول ربما آلاف الرسائل، التعليقات والعديد من الصفحات،
الكبيرة هناك والمعروفة وحتى المليونية خصتني بمنشورات وبتعليقات ربما لا أذكر إحداها، ولكن تلك المنشورات التي تذكرنا بالنخوة العربية بالأخوة وبالإسلام وبالدم وبالتاريخ المشترك وبالعروبة والتلاحم، مصر والجزائر بلد واحد، شعب واحد، تاريخ واحد. يعني هذه التعليقات التي بقيت في ذهني وفي مخيلتي، وأنا ممتن لكل من أرسل لي كلمة طيبة وتشجيعية، وهذا أقل شيء لمنتخب هم إخوتي على أرضية الميدان. نشاهد محيئهم كيف يقاتلون ويسقطون وينهضون وينهضون من أجل إسعاد الأمة المصرية والعربية. فدخلت في المباراة وتتبعت كل أطوارها بتعليقات وبجنون وإلى غير ذلك، وكنت متأكدا وكنت مرتاحا، وفي بعض الأحيان كنت أخفف على الإخوة المصريين لأنهم كانوا على الأعصاب بأننا سنفوز وأننا سننتصر وسنتأهل. والدليل أن الهداف إبراهيم فؤاد لما ضيع الديزو الأولى نعم بطريقة سهلة لم أغضب، قلت له هكذا الكبار يضيعون، في بعض الأحيان نسجل من وضعيات صعبة وفي أخرى نضيع من وضعيات سهلة، ولكن تأكد يا صديقي، قلت له، بأن الفرصة ستأتيك وتسجلها. وذلك الذي حدث بعد تمريرة ديزو فكانت لحظات لا تنسى. كابتن بلال، لو عايز تقول حاجة للمنتخب المصري قبل مواجهة المنتخب الفرنسي تقول لهم إيه؟ أنا أقول بأنه 100 مليون مصري وأكثر وتقريبا 50 مليون جزائري كلهم وراء منتخبنا الغالي المنتخب المصري، وجاليتنا العربية هناك مطالبة بالتنقل إلى الملعب واقتسام المدرجات مع المنتخب الآخر، وتشجيع والإيمان بهذا المنتخب، لأنه لا نتحدث من ناحية مشاعر فقط، منتخب منظم ومحكم التنظيم، منتخب واقف على أرضية الميدان بمنظومة دفاعية وبحارس ممتاز وبوسط ميدان يقوده لاعب اسمه النني وبزيزو والأسماء الأخرى الشابة، لدينا منتخب محترم يقوده برازيلي محنك. ما يخشاه ربما التحكيم، ولكن إن حدث ذلك فالعالم يشاهد بأن التحكيم كان منحاز، لأنه بالأمس الفنلندي كان حيلي بين قوسين وكان لا يصفر كثيرا أخطاء المنتخب المصري، وبالعكس في كل مرة ينوي لاعب منتخب مصر يقوم بخطأ يعلن عن مخالفة أو بطاقة صفراء. مع ذلك تأهلنا وذهبنا إلى ضربات الترجيح. الآن المهم استرجاع الأنفاس والاسترجاع القوة البدنية، لأننا لعبنا أكثر من 120 دقيقة. إن شاء الله يعود زيزو الذي خرج مصابا لأنه حلقة مهمة جدا في تشكيلة البرازيلي، وبعد ذلك لا خوف علينا. نحن في نصف النهائي الآن، حققنا الإنجاز، إن أتى النهائي فاللهم بارك، وإن لم يأتي فلهم أجر ما تعبوا وما اجتهدوا، وأنا متفائل إن شاء الله بحول الله بهذا المنتخب الذي أتمنى له التتويج إن شاء الله بالذهب إن شاء الله. كابتن بلال بناري، معلق التلفزيون الجزائري الذي علق على مباراة مصر وباراغواي في أولمبياد باريس، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا من القلب أيضا.